مشاهدينا مكملين معكم في حلقاتنا المميزة من مهرجان جرش. ضيفنا في هاي الفقرة ضيف مميز، هو ابن مدينة الرمثة، مدينة الفن والطرب، نهلت من حوران عذوبة الصوت وأودعت في حناجر أبنائها حب الغناء واللحن الشجي، كما هو أبدع وأمتعنا ويعني كان مميزا سواء في المهرجان أو على طول الأغاني الذي يقدمها الفنان والمطرب عيسى السجار. أهلا وسهلا فيك. أهلا معنا في هاي الفقرة من برنامج بيت للكل. أهلا وسهلا فيك. وسهلا فيكم، مساء الخير. يسعد مساك النور. أهلا وسهلا نورتونا. أهلا وسهلا عيسى السجار. يعني أنا سمعت لك حاجات حلوة كتير في الأردن وعلى الأنغام، وإن كانت بروفات جرش يعني، لأنه قبل بداية حفل أكيد. من حلفات جرش إحنا برضو في الأجواء يعني كلها أكيد. خليني أسألك سؤال، فكرة يقول لك أحيانا مطرب يقلد ولا يقلد؟ حلوة يعني في لما يكون، وأنت متمسك دايما بأنك تكون حقيقي يعني بلا أكيد. تقليد يعني. أكيد هسه في يعني ممكن الإنسان لما يتأثر بفنان بيحاول قدر الإمكان يكون يعني قريب من روحانيته. أي فنان طبعا إذا كنت أنا متأثر فيه راح قدر الإمكان أكون مش مقلد بالنسبة إلي، يعني أخذ من الروحانية اللي هو بيشكلها وبقدمها بأصالته وفنه. إنما يعني اللي بتقلد بأي فنان هو بكون سبب التأثر، السبب رئيسه تأثر الفنان بالفنان. عيسى، الآن الساحة الأردنية زاخرة بالنشاطات والمهرجانات الفنية والثقافية. مهرجان جرش اللي إحنا موجودين فيه، نحكي عن مهرجان الفحيص، مهرجان شبيب، صيف الأردن. وين عيسى السجار بين هاي المهرجانات ومشاركاتك؟ السنة الماضية قدمنا حفلة وليلة ممتعة، لرغم ظروف اللي كانت بكورونا وكانت الناس شوي متخوفة انها تطلع وتيجي، يعني الحمد لله يعني برغم ظروف كورونا الناس اجتازت الوضع اللي احنا فيه واجت وحضرت، وكانت ليلة مميزة والحمد لله ربنا اكرمني وشفنا الجمهور الطيب الحلو. وان شاء الله الموسم الحالي راح نرد نقدم إشي يليق بسمعة مهرجان جرش ويليق بسمعة وطننا الحبيب الأردن. حالياً هسه أنا مشاركاتي حتكون بجرش، لسه الفحيص هو نظم برنامج وجهزه، كنت أنا بجولة بأمريكا عشان هيك ما كنت موجود، عشان هيك ما صحناش نصيب، لكن السنين القادمة إن شاء الله غير يكون لنا دور كبير بمهرجان الفحيص، متشرف ومكبر فيه طبعاً. مهرجان صيف الأردن طبعا هو على مستوى المحافظات، وهو دور كبير يترتب على الفنان الأردني يكون متواجد فيه دائما وأبدا. مهرجان شبيب شاركت فيه يعني على 3 مواسم متتاليات، وكان مهرجان كمان مميز وبحضن يعني مجموعة من الفنانين العرب والأردنيين. فإن شاء الله احنا حاليا هسه بجرش، وإن شاء الله القادم أفضل إن شاء الله. طبعا احنا من خلال هذه الأجواء حتى الرياح عالية شوية، بس لكن احنا نبرر حتى المشاهد والمتلقي أيضا يعيش نفس الأجواء اللي احنا عايشيها بهذا الجو، وما نبتعد عن أجواء جرش. أيضا للعراق حصة كبيرة من أغانيك، غنيت للمطرب والمدرسة الكبيرة سعدون جابر. نعم. كيف كان هذا التأثر ببعض الأغاني؟ أنا يعني بحس الأستاذ سعدون عنده ما هو مش كصوت كمان، هو كمدرسة زي ما تفضلت، احنا نتعلم منه. سمعت له مجموعة أغاني كثير أحبها وأعشقها، منها الأغنية اللي قدمتها، عملت موضوع كوكتيل مدلي وبلشت فيه بعنوان بياع من يشتري حلمه ومواويله، وأغنية مرسول الحب، وأغنية 5 الحواس سألني ويا قل متى أشوفك، عملت المجموعة بس كان عنوانها بياع من يشتري. والحمد لله يعني لقيت يعني اعجاب من الناس، حبوا الفكره، واستمرت شوي في مجموعه مدليات، لكن الحمد لله كانت المتصدره هي من الاغاني المدليات اللي عملتهن المجموعه العربيه هي بيع من يشتري. طب انا حسالك سؤال عيسى، يعني يمكن انت الصوت جميل دايما موجود في الافراح، يعني سواء بحضورك او باغانيك مع الدي جي، ايه سر الاغنيه اللي دايما كده موجودة والناس ترقص وتغني معاها؟ يعني سر دايما صوتك يبقى موجود طول الوقت يعني. هي الأغنية واضحة، أنت يلا تحكي بشعرك هيك، هي ردي شعراتك. شعراتك طايرة في الهواء. شعراتك طايرة في الهواء. أغنية ردي شعراتك هي أغنية
عزيزة على قلبي هي كانت بداية انطلاقتي بالشهرة العربية. أغنية حبوها الجميع بالوطن العربي، فدخل الحمد لله طبعا، يعني لأنه إجت ببساطتها، لأنه أنا أي شيء بقدمه ببساطته يعني زي ما هو. هل تعتقد أنه جزء من انتشار الفنان هو أنه يغني بكل لغن، أو أنه تميزه في لون معين وتخصصه فيه هو اللي ممكن يوصله أكثر للجمهور؟ هسا احنا السؤال كثير حلو وعجبني للأمانة بصراحة. هسا كل فنان طلع من مدرسة وهوية بكون ممتاز بهويته الخاصة. هسا أنا على الصعيد الشخصي بحب اللون الخليجي، اللون المصري بحب أسمعه مثلاً، أما أغنيه مثلاً ممكن ما أتقنه لأنها مو هويتي مو لكنتي. أقرب شيء علينا مثلاً باللكنة اللي هو الخليج، اللون الخليجي قريب إني أغنيه. الفنان بيمتاز بهويته اللي الناس حبته فيها، اللي لقته فيها، المكان اللي لقى حاله فيه بين الناس. هلا ممكن يعني في فنانين عرب كثير غنوا ألوانهم ما نجحوا، اتجهوا للألوان اللون المصري ونجح فيه كثير. احنا كفنانين أردنيين معروفين بلهجتنا ولكنتنا. كلمة التقليد هي كلمة شوية يعني احنا ما بنحبها، أكيد. فاحترامك لهويتك اللي انت شفت حالك فيها انا بعتقد هو سبب نجاحك. كل الشكر لك إيسا، وان شاء الله من نجاح لنجاح. شكرا كثير. شكرا لكم. اذا مشاهدينا وصلنا لمسك ختام حلقتنا اليوم من بيت للكل من جرش الابداع والثقافة والفنون. نلتقي دائما معاكم على حب الاوطان، في امان الله.